السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا الكثير والكثير من الأخبار على المنتخب الوطني المغربي، اللي منها تصريحات المدرب واحد خليلو واللي كتبين رسميا أنه باقي مستمر كمدرب للمنتخب، أيضا مفاجأة غير متوقعة من نور الدين أمرابط وما قاله نجم كندا لاعب بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز على مواجهة المغرب، وشنو قال أيضا على أشرف حكيمي، والكثير من التفاصيل المهمة. مبدئيا نبدأ بالخبر المفرح وهو عودة الحارس ياسين بونو إلى التدريب مع فريق الأندلسي إشبيلية بعد تعافيه من الإصابة، بل أكثر من هذا فهو حاضر في قائمة الفريق اللي غادي تلعب مباراة الغد ضد برشلونة. ولكن السؤال واش غادي يشارك أو لا؟ الإجابة كانت كالآتي من المدرب جونيا لوبوتيكي، بحيث قال على بونو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة: لقد أجرينا فحوصات طبية له ولم يتمكن من التدريب حتى اليوم، وقال أيضا سننتظر حتى الغد لأن هذا لا يحدث فقط معه ولكن مع لاعب آخر لديه نفس المشاكل، في صباح الغد سنعرف من سيكون قادرا على اللاعب. يعني على حساب كلام المدرب، مشاركة ياسين بونو في مباراة برشلونة غير مؤكدة، وكنتمنى أكيد يكون واجد غدا إن شاء الله، ولكن الأهم كيبقى هو أن بونو في صحة جيدة، اللهم بارك وزيد في ذلك. أما عن المدرب واحد خليلو فخرج بتصريحات واللي فعليا كتبين بنسبة 100% أنه باقي مطول معنا في المنتخب، بحيث قال بالحرف: سنواجه وصيف بطل العالم كرواتيا وصاحب المركز الثالث في النسخة الماضية بلجيكا وأفضل فريق في أمريكا الشمالية كندا. وأضاف أيضا: المغرب سيحاول خلق مفاجأة في المونديال، لن نسافر إلى قطر من أجل السياحة، علينا التحضير بشكل جيد لأن كل شيء ممكن رغم صعوبة المهمة. يعني رسميا وكما كان متوقع، المدرب واحد خليلو هو اللي غادي يقود المنتخب الوطني المغربي في المونديال القطري، وهذا باين طبعا من تصريحاته. وأيضا هدر على المباراة الأولى اللي غادي تكون ضد المنتخب الكرواتي وقال: أعرف جيدا هذا المنتخب، إنه يتوفر على لاعبين استثنائيين ومواجهتهم ستكون تحديا جميلا للمنتخب المغربي. ايضا واحد خليلو جمعته دردشة قصيرة مع مدرب الكاميرون اللي هو سونغ، وهذا الشيء كان على هامش قرعة المونديال، وقال له بالحرف: من اجل انتصار على الجزائر في البليدة يجب ان تكون قويا، لقد لعبتم بشخصية قوية وبتركيز كبير مكنكم من تحقيق الفوز والتأهل للمونديال. ولكن الغريب في الامر فهو تصريح ديال نور الدين أمرابط، فقبل ايام قليلة كان خرج في حوار مع صحيفة OSPN وانتقد فيها واحد خليلو، واللي قال على ان مباراة الكونغو غادي نتأهلوا فيها بفضل الجمهور ماشي بفضل المدرب واحد خليلو، وقال ايضا: لو كنت انا فوز القجاع لانتظرت حتى يوم الثلاثاء بعد المباراة واعطي المدرب الخيار اما ان يترك غروره جانبا او ان يرحل نهائيا. ولكن في التصريحات اللي خرج بها اليوم واللي نقلاتها فوتبول بريمير الهولندية، وقال فيها بالحرف: اقوالي الاخيرة نشرت على نطاق واسع في وسائل الاعلام المغربية والفرنسية، اريد فقط الافضل للمغرب، واعتقد انه من الجيد جدا ان يبقى المدرب واحد خليلو زيش مدربا وطنيا طالما انه يستدعي افضل لاعبين. يعني شنو السبب اللي خلاه يتراجع على التصريحات ديالو؟ الله اعلم، اكيد غادي تكثر الهضره بزاف، وكاين اللي غادي يقول انه باغي يرجع للمنتخب باش يلعب المونديال، لان المنطق كيقول عكس ما قاله أمرابط. احسن لاعبين مثل حكيم زياش، نصر مزراوي، حارث حمد الله وغيرهم من اللاعبين، واحد خليلو زيش ما كيكونفوكيهمش بتاتا. اما عن اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز فتفاعل عبر بث مباشر مع نتائج قرعه كاس العالم، وعند سحب اسم غانا قال انها ستكون في المجموعه السادسه لأن غانا لا يحق لها التواجد مع المغرب من نفس القارة. ومن مراه وصف المنتخب الوطني المغربي بالخصم الصعب، مؤكدا بالقول: في المغرب لديهم أشرف حكيمي الذي سيجري بسرعة في الرواق الأيمن، وكما كنعرفوا أن اللاعب ألفونسو ديفيز كيلعب كظهير أيسر وكيتميز هو أيضا بالسرعة والتكنيك ديالو عالي جدا، يعني غادي تكون مواجهة مباشرة بينه وبين أشرف حكيمي. أيضا صحيفة CP24 الكندية قالوا على أن المغرب لا يقل خطورة عن بلجيكا وكرواتيا، وأشادت أيضا بأرقامه في تصفية المونديالية، وقالوا أيضا أن المغرب يدخل المونديال القطري بدون أي هزيمة في التصفيات، كما أنه اكتسح الكونغو الديمقراطية بخمسة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين. أيضا الأعين على المنتخب الوطني المغربي ما زالت مستمرة، وهذه المرة مع موقع الفيفا اللي نشر عبر موقعه الرسمي تقريرا للحديث عن مجموعات المونديال وما يهمنا طبعا شنو قالوا على المغرب. والتقرير ديالهم كان كالآتي: المغرب في 2018 كان قريبا من إخراج إسبانيا من دور المجموعات قبل 4 سنوات حين انتهت مباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، وطبعا لولا الظلم التحكيمي لكنا هزمنا منتخب لاروخا. ايضا قالوا انه على المستوى الفردي المواجهة بين كيفن دي برون في بلجيكا ولوكا مودريتش في كرواتيا تعد بالاشارة، من جانب اخر فان اشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي لاعبان يستحقان المتابعة عن كتب، وطبعا زيدوا عليهم حتى طارق تيسودالي ان شاء الله حتى هو يكون مفاجأة صارة للمونديال القطري. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم، وكالعادة كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامة.